غير بعيد عنا ان احنا نتكلم عنا على هذه المناوشات التي قد جرت خلال الفترات الماضية، محاولة النيل من مؤسسة العدالة، محاولة الحط من شأن القضاء، محاولة ادخال القضاء في قضايا سياسية. القضاء قضاء، القضاء على المنصة يحكمون بالعدل، يشعرون الناس بالعدالة. الشعور بالعدالة أسمى شعور موجود في الكون. عندما يختلط الحابل بالنابل وتتحول مؤسسة العدالة وتحيد عن الحياد من العمل القضائي وتحقيق العدالة إلى عمل سياسي أو رأي ورأي آخر، تدخل نفسها فيما لا يفيد المجتمع وتؤثر على المؤسسة. المؤسسة القضائية في مصر مؤسسة عريقة، مؤسسة رصينة. ما كان يجب ولن يجب ولم يحدث ولن يحدث أن يتم النيل منها تحت أي ظرف سياسي. الرئيس كان دائما حكما بين السلطات، كان دائما يتحدث عن أننا في حاجة إلى ثورة، ثورة دينية يقودها الأزهر، ثورة قضائية تقودها مؤسسة القضائية، ثورة تشريعية يقودها البرلمان، ثورة مجتمعية. المجتمع يثور على موروثات وثقافات خاطئة. احنا بنبني دولة، اكيد مش بنبني عمارة، بنبني وطن كاد ان يتهدم وتتهدم اركانه. ركن اساسي من الدولة المؤسسة القضائية. اللي بيحصل النهاردة اعادة لترتيب الاوضاع بعد فترة مناوشات واضحة من بعض الذين يصطادون في الماء العكر، محاولين الوقيعة بين مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة القضائية توضع في جملة مفيدة أنها تتحدى مؤسسة من مؤسسات الدولة الهامة أو السيادية. كل هذا كان من قبيل المزايدات غير المقبولة وغير المعقولة وغير الصحيحة. اليوم بيتم حسم الأمر بهذا اليمين الذي تم أداؤه أمام الرئيس من رؤساء الهيئات القضائية الرصينة، النقض وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مع كامل الاحترام والتقدير، اللي انتهوا من خدمتهم وتم منحهم وسام الجمهورية.